أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث الذي طعن عمر وطعن 12 من الصحابة ثم قتل نفسه، نسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف في تكميل الصلاة، هو يقول: فما أن كبر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني. وفي السابق يقول: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني في أيام مضت. أما في هذه الصلاة بمجرد أن كبر طعنه الخبيث، لأنه قد يقول قائل: قل ربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني هذه عادته رضي الله عنه وأرضاه ليجتمع الناس في الركعة الأولى. ولو يقرأ الآن إمام من الأئمة ورقة تضايق الناس وملوه وانتقلوا إلى غيره، وعمر يقرأ سورة يوسف جزء إلا ثلث، والنحل جزء إلا ربع، تحتاج مع الترتيل، يعني بدون ترتيل تحتاج إلى مع الهذ إلى 10 دقائق، وبالترتيل ما يكفيها ثلث ساعة. هذا في الركعة الأولى، وقل نصف المقدار في الركعة الثانية. المقصود أن لا نستطيع أن نقارن حالنا بحال السلف، لأن الناس مع طول العهد دب إليهم الملل وثقلت عليهم العبادات. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فالذي لا يعان على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة تثقل عليه. وبدلا من أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة، كثير منا لسان حاله ولو لم ينطق بذلك، أرحنا من الصلاة. وسمعنا من يقول: صلوا يا أخوان، خلونا نجدع هم الصلاة، هذه أرحنا منها. هذه سمعنا، هذا قيل باللفظ، والله المستعان. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن واستخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بهم صلاة خفيفة، لأن الظرف لا يحتمل التطويل والقلوب مشغولة بالحدث، فلو طول القلوب ما بحاضرة، فيصلي صلاة خفيفة مجزئة مسقطة للطلب، والحمد لله يعني صحيحة مجزئة. وأما التطويل فله وقته إذا فرغ القلب وارتاح النفس وأقبل الإنسان على صلاته، لكن من يملك القلب الذي يقبل على صلاته وإمام المسلمين وأميرهم وولي أمرهم مقتول أمامهم؟ نعم، الذي يعرف ما حدث ثم القريبون منه في الصف الأول والثاني وما يليه، لكن البعيدون ما يدرون شو اللي حصل فيسبحون، انقطع الصوت صاروا يسبحون: سبحان الله سبحان الله. وهكذا يفعل المصلي إذا نابه شيء، ينبه الإمام بسبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا. نعم، لو كان هذا لا أكمل الصلاة عاد عند عموم المسلمين لها شأن، لكن بعض الناس يطيش قلبه، ولا شك أنه إذا احتيج إليه، فمثلا لو وجد شخص مطعون يمكن إسعافه واقتضى ذلك تأخير الصلاة، لا مانع من تأخير الصلاة لمن يسعف. يقطعها ولو من أجل أن يقطعها القدر المحتاج إليه، مو كلهم. نعم، صلى الله عليه.